مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم جاتو رولي. نحتاج لتحضير الوصفة 6 بيضات، 6 ملاعق سكر عادي، ملعقة صغيرة تافاني، ملعقة صغيرة خميرة، وتقريبا 6 ملاعق فرينة، 6 ملاعق زيت. نجيب الباتور ونضربوا البيض. نزيدوا 6 ملاعق سكر عادي، انا راني مكيلتهم من قبل. سر نجاح الوصفة تاعنا انه لازم نضربوا السكر والبيض مليح حتى اللي يبيضوا يطلعوا مليح كيما راكم تشوفوا. الان نزيدوا 6 ملاعق زيت، ملعقة الاولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، والسادسة. نزيد نضربو بالباتور. نزيد الملعقة تاع لافاني. كي نديرو لافاني ما نضربوش بالباتور بزاف باش تقعد الريحة. نجيبو الفارينة. الفرينة انا كنت مغربلتها من قبل، هي تقريبا تهز 6 ملاعق فرينة، بصح كل وحده والفرينة تاعها، على هكذا ما نتسرعوش. نزيدوا الخميره معاها ونكتفوا بهذا القدر ونحركوا من الاسفل الى الاعلى. هنا راهي مازالت مخصوصه. لازم نضيفو بالاقل الفرينة ونشوفو القوام تاعها كيف يكون. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه بعد ما نزيدو الفرينة، لازم تكون كي من هكذا. نجيبو بلا تاع الفور، نحطو عليه ورق الطهي ونفرغو فيه الرولي تاعنا. درك نمشو بالاقل. بعد ما وزعناها في كل الاطراف نديرو هكذا الحركه بيدينا باش يجي البسكوي في كل الاجزاء مستوي السطح. درك نحطوها في الفور الطيب. نجيبو طرشونه ولا صرفيطه مبلوله ونحطوا لها البسكوي. ها البسكوي تاعنا كيف يطاب. ونبداو نرولو الساعة هكذا ونعاودو نديرو الصرفيطة المبلولة نخلوها هكذا في الطرشونة مدة 5 دقائق ونكملوا لها التزيين تاعها. بعد ما فاتت 5 دقائق نحلوها برك. نجيبو كونفيتور نختار ذوق مشمش
درك نعاودو نغلقو الوليد تاعنا. نكملوا باقي التزيين. نجيبوا الخليط هذا، هذا الخليط عبارة عن شوكولا نوار ذوبتها في حمام مائي، بعد ما ذابت زدت لها حبة دانيت شوكولا وبعدها من النار وخلطهم تحصلوا على هذا القوام. هذا هو الجلاساج راح نغطيه به الولاد تاعنا. انا نكمل ندهنها ونغطيها كامل نغطي كامل الاطراف بالشوكولا كما راكم تشوفوا، ونرجعوا نشوفوها في شكلها النهائي. كي كملت درت لها الكلاصاج تاع الشوكولا، اخترت كاوكاو محمص ومشماش، هاو بعد ما قصيتها هاو شكلها كيف يكون. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، راهي تتقدم مع العصائر والقهوه. ماذا بكم ديرونا ابوني به كل فيديو جديد نهبطوه تشوفوه.